هم شويه شويه اولاد كتبوا على سور المدرسه بعض الالفاظ البذيئه ان الجمهوريه مش عارف كلاب وهكذا، يعني كلام من هذا القبيل. وبعدين طبعا ردوا عليهم الشباب الدبودي يحتكوا مع بعض. بعدين المفروض بقى يعني ناظر المدرسه كان احتوى الازمه دي، لكن ناظر المدرسه قفل على الشباب دول في المدرسه لغايه لما جم اهالي الجمصه دول وضربوا، يعني هجموا على الشباب دول وضربوهم. طبعا الموضوع كبر. احنا بطبيعتنا ناس مسالمين، ما عندناش لا سلاح ولا اي كلام من ده خالص. احنا انا بستغرب على الكميه الهائله دي من الذخيره دخلت او الاسلحه دي دخلت المنطقه بتاعتنا ازاي، الله اعلم. بالنسبه ليهم هم معظمهم بيروج المخدرات، وعلى علم من وزاره الداخليه هناك تقصير واضح من جهات الامن. المفروض انها كانت احتوت الازمه. بتقولوا ان احنا طيبين، فين رد فعلكم على المذابح؟ فين رد فعلكم على اللي بيحصل؟ يا اللي بتقول النوبي طيب، يا اللي بتقول النوبي كويس، ما نزلتش ليه في الشارع وقلت الكلام دوت؟ اصحاب حضاره ليه سايب الاعلام بتاعك يقول ان هي بين قبيلتين؟ دي مذبحه ضدنا احنا كنوبيين. تعالوا شوفوا قوات الامن اللي بتنسحب عشان الهلال يدخلوا في بيوتنا ويولعوها. رئيس المباحث هناك من الهلاليه، وعارف ان كلهم تجار مخدرات وكلهم بيتاجروا في السلاح، والامن كله هناك عارف الكلام دوت. ومدير الامن لما اتكلمنا معاه قال لك يبقى قبيلتين ما نتدخلش احنا. هي دي البلد؟ هي دي اللي احنا بنلف فيها بالعداله؟ الفتنه اللي بتحصل في النوبه دي لازم الجيش والشرطه يتدخلوا. فتنه مين؟ مفيش اخوان، مفيش اخوان، فتنه داخليه. وزاره الداخليه عارفه كل الكلام ده. مدير الامن يتشال، ضابط الجمصه يتشال. صور زيع حقنا مش هيضيع، صور زيع حقنا.